بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو مخصوص من المدينة المنورة للاستثمار الزراعي والعقاري، مزرعة 21 فدان ونص عنب فليم، من أعلى وأفخم زراعة الفليم وتنظيم الزراعة، مزرعة مكودة أورجانيك، حاجة بسم الله الخلاق. حضرتك لما تشوف المنظر على الطبيعة حاجة، بص يا بني، بص يا باشا، بص زراعة تكعيبة 10 على 10، تكعيبة بنية أساسية 10 على 10. بالله عليك توقف الفيديو شوية تقول لي إيه رأيك، قول لي إيه رأيك، رأي حضرتك في الشغل اللي أنت شايفه دي، الشغل حضرتك اللي أنت شايفه دي. مزرعة من النوع الخاص، من النوع الخاص، الله أكبر الله أكبر عليك شغل. بص يا فندي، بص حضرتك زي ما أنت شايف كده، شايف شايف حضرتك العنب، شايف الفلاحة، شايف التربة حضرتك، تربة، شوف حضرتك التربة، شايف الأرضية بتاعت الأرض، شايف شغل عود عفش ما تلاقوش، شغل فلاحة فلاحة حضرتك. المزرعة عليها سور، مبنى العمالة، الصراحتين حضرتك، واحدة للمهندس واحدة صاحب المزرعة، كهرباء، مية بحاري، بينك وبين مشروع ناصر شركة الروضة 2 كيلو. شوية شغل محترمين في المزرعة، المزرعة زي ما انت شايف كده، البناية دي فيها حضرتك زي ما انت شايف، الله يبارك له لياخد شركة المساهمة حضرتك، دعك دعك دزرق الجرادة حضرتك فيها بالتمايزر بتاعه، هذا التمايزر وهذا الجرار، وهذا حضرتك الاستراحة بتاع صاحب المزرعة، عليها برجين حمام فوق زي ما انت شايف كده، بوابة اهي، مخزن، المباني دي حضرتك كلها على المزرعة. الموقع حضرتك على الطبيعة، الموقع حضرتك على الطبيعة زي ما انت شايف كده، 21 فدان ونص فليم في شركة الروضة. ده حضرتك الاستراحة بتاعت المهندس، شكرا.